الجمعيات التعاونية في المناطق المعزولة كلياً تعمل 24 ساعة، والدخول كالعادة بالحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك. طبعاً بالنسبة للجمعيات التي في مناطقها يوجد حظر كلي، طبعاً راح تعمل على مدار 24 ساعة من خلال أسواقها المركزية وكذلك الفروع. طبعاً جميع الفروع والأسواق المركزية راح تعمل بنظام الباركود. 24 ساعة يعني جهدا جبارا من قبل الجمعيات، إذن كيف سيتم توفير الطاقات التي ستعمل خلال هذه الفترة؟ الأغلبية يعني أبدأ استعداده على أن يكون دوام عندهم لمدة 24 ساعة لتوفير جميع السلع لقاطنين هذه المناطق، عشان ما يحسون في أي نقص وأي يعني نقص في المواد أو السلع. منطقة الفروانية من المناطق المحجورة بالكامل، لذا تجولنا في جمعية الفروانية، شاهدنا سلاسة في عملية الشراء والأرفف مليئة بالمواد الغذائية. في منطقة الفروانية بأن جميع السلع والمواد الغذائية متوفرة ولله الحمد. بداية سوف يتم فتح السوق المركزي لمدة 24 ساعة لخدمتكم. عندنا السوق المركزي وعندنا الأفرع وعندنا سراديب موجودة اللي فيها المخزون، وعندنا مستودع كامل في منطقة الشويخ مساحته 4000 متر، هذا مخزن خاص لجمعية الفروانية. سيتم تشغيل فرع لكل تعاونية في كل قطعة في المناطق المعزولة لتلبية احتياجات المستهلكين. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.